أحسن الله إليكم. هذا سائل من برنامج أبو عبد الله يستفسر عن عبارة فقهية تتردد كثيرا: الضرورات تروح المحظورات. نعم، هذا مأخوذ من قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة وإن لم يأكل منها فإنه يموت من جوع، فإنه يأكل من الميتة، تباح له الميتة بقدر الضرورة، ما يدفع ضرورته ويبقي عليه حياته، هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدره ولا يزاد عليها. نعم.